افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مهرجان صيفك أحلى، والذي انطلق من منطقة غرناطة على شاطئ العريش، حيث تفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية وانطلاق الطائرات الورقية على طول الشاطئ، كما شهد عرضا استعراضيا للفنون الشعبية والأغاني الوطنية من كورال الشباب ومركز الفنون، وقام بتسليم الفائزين عددا من الجوائز. ودعا محافظ شمال سيناء أبناء محافظات الجمهورية للحضور والاستمتاع بالصيف الحالي على شاطئ العريش.